بسم الله الرحمن الرحيم. أن البلاء إذا نزل بالإنسان فهو لا يخلو من شيئين، إن كان هذا الرجل ليس عنده ذنوب فهي رفعة، هنا التمييز، فهي رفعة يرفعه الإنسان بسبب هذا البلاء عند الله جل وعلا. ربما هذا الرجل سأل الله منزلة عند الله لن يبلغ هذه المنزلة بعمله، ولكن ابتلاه الله عز وجل بهذه البلية فرفعه الله عز وجل بها الفردوس الأعلى من الجنة. وربما تكون أيضا كفارة للذنوب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن البلاء ليكون في الرجل في ماله وفي نفسه وفي أهله حتى يمشي على الأرض وما عليه خطيئة واحدة. فعجيب، سبحان الله. زين، الإنسان الآن تلاحظ أن دائما ما يقال لا تنظر من هو أعلى منك، وإنما انظر إلى من هو. هذه من الأشياء اللي تسلي الإنسان وقت البلاء، إنه إذا جاء بلاء ينظر في من هو أسوأ حال منه وأعظم بلاء منه، يتصبر بهذا الشيء. والإنسان مثل ما قال الشيخ منصور، متى يعرف إن هذا البلاء رفعة ومحبة؟ على حسب حاله. طيب السؤال، حنا الواحد الحين هل معنى ذلك الآن يفهم المشاهد إن الواحد يتمنى البلاء؟ لا يتمنى البلاء، لكن إذا جاء يصبر. لا يتمنى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا تتمنوا لقاء العدو، لقاء العدو، لكن إذا لقيته فاصبروا. نعم، واصبروا. وأيضا ترى من البلايا أن يسلط علينا الكافرين، نسأل الله العافية والسلام، وأن يسلط علينا أعداء الدين. لكن يا أبو حسين، أنا بتكلم، أنت سألت سؤال جميل جدا، كيف يعرف الإنسان إن هذا البلاء محبة أو غير محبة، محبة أو أنه كفارة أو على حسب حال الإنسان. إذا كان الإنسان من أهل الخير والصلاح فهذا بإذن الله عز وجل علامة محبة من الله عز وجل. وقد يكون البلاء من الله عز وجل بعبده رحمة من الله به، يكون الإنسان بعيد عن الله عز وجل، بعيد 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 عن المساجد، بعيد عن القرآن، بعيد عن فيبتليها الله عز وجل ببعض الأقدار ببعض الأمور فيرجع، من أجل أن يفتقر ويرجع إلى الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى يقول: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى، عذاب الأدنى بلايا وهموم وأمراض، ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون، لعلهم يرجعون.